البنات كديرين لاباس عليكم؟ نتمنى النهار اليوم يلقاكم بصحه جيده وباحوال طيبه وتكونوا كتقضيو هذا النهار في رمضان بكل صحه. كيف ما شفتوا في الفيديو ديال لانيفيرسير ديال ماما بزاف منكم اللي طلبوا مني الطريقه ديال التحضير سيرتو ديال هاد لي طارتليت اللي كيتعمروا بالكراميل وبالنوا. بزاف د البنات طلبوها وطلبوا مني حتى لي غوسيت الاخرين. المهم هذه كنت انا ما صورتهاش من قبل ولكن غنوريها لكم. الي تري فاسيل. عندنا البنات لاباط سابلي سوكري كنصايبوا بها هاد لي طارتليت هادي. حنا البنات خديناها من بيم، هو باقي عندي شويه من داك لو ساشي ديال الاكميك لا مارك ديال بيم. الصراحه رخاص وزوينين حتى في لوغو. انا الصراحه ما عمري دقت شي طارتليت زوينين. وتقدروا تصايبوا عادي الباط سابلي سوكري في الدار، تقدروا ديروا اون باط بيسكوي، زعما كاينين بزاف د الحلول ولكن انا كنفضل هادو. وهنا البنات غنوريكم كيفاش كنعمرها بديك الكريم كراميل. اول حاجه كندير هنا سكر سنيده، كندير تقريبا هنا عندي 3 الكيسان، كنديرهم على نار مهيله، كنخليهم البنات يبقاو يذوبوا على خاطرهم. واخا يبان لكم راه طلعوا الفقاعات ماشي مشكل، خليهم تيذوبوا. عندي هنايا معلقه كبيره د مايزينا ذوبتها في الماء. عندي هنايا تقريبا واحد 120 غرام ديال الزبده. وعندي هنايا جيلاتين اون بودغ تقريبا جوج معالق كبار، اولا تقدروا ديروا جوج ديال الوراق جيلاتين كبار. وعندي كذلك شويه ديال لا كريم فريش اولا كريم شونتي قبل ما نطلعوها. صافي البنات هنا كنخليو السكر يذوب ونتلاقاو بلاتي. هنا البنات حركتو شويه، من الاحسن البنات واش بغيتو تصيبوا اون كونتيتي ديال هاد لا كريم هادي اولا اون جينيرال باش تذوبوا السكر باش يرجع لكم كراميل وما يتحرقش، من الاحسن خذوا مقله تكون كبيره في الحجم باش يذوب فهمتي بسرعه، حيت الا درتو كاسرونه غيبقى يذوب لكم التحتاني ويبقى الفوقاني مازال ما دابش، دونك التحتاني كيتحرق وداك الشيء. دونك من الاحسن تكون فحال هكا. انا غير شفتو بدا كيعطي شويه اللون حركت، ما تخافوش راه واخا كيكونوا بحال هكا حبيبات كبار راه كيذوبوا مع الوقت. البنات ها هو داب ولكن الى شفتوا باقا لا تيكستور ديالو ثقيله، اذا البنات غادي نخليو حتى يولي عندنا سائل يعني فحال الماء يولي عندنا دايب بزاف. اذا البنات غنخليو حتى يولي لنا سائل عاد نتلاقاو. المهم البنات ها نتوما كيف ما قلت لكم حتى كيولي عندنا ليكيد كنديرو هكا في المقله ما كيبقاوش يبانوا لنا دوك الحبيبات السكر. صافي البنات مباشره اون فوا ما كيبقاش قاصح فحال هكا، كنضيفوا له مباشره دوك الطريفات ديال الزبده كنخليهم يذوبوا معاه. صافي البنات كنخليو كلشي يذوب ونتلاقاو من بعد. هانتوما البنات شوفوا كيفاش كيولي لا تيكستور ديالو. ما تنساوش البنات اجوتيو شويه د المليحه حيت انا فريمون فيما كنصايب هاد الكراميل كنساها، اي باش يجي داك لوغو ديال كراميل بور سالي وصافي. اي بانسي راكو عارفين المليحه شي مرات كدير اون ديفيرونس في لوغو. بشر البنات غادي نزيد ديك المعلقه د مايزينا اللي خلطتها حدا. هو البنات في هذه المرحله كيقدر يطير عليكم. المهم انا حيت نقص على البوطه بزاف دونك كيف ما وقع والو، قلت لكم ما وقع والو حيت كنت باقي ما حركتش. اون فوا كتبداو تحركوا البنات كيبدا داكشي يغلي وكيبدا يطير. المهم ردوا البال وصافي. ومن بعد ما زدنا مايزينا كنزيدوا لا كريم فريش او لا كريم شانتي ليكيد. صافي هادي لا فاز افون لا فينال. المهم كنصايبوا هنا لا كريم فريش وكنبداو نحركو. المهم ديما مع التحريك غير بشويه. طافي البوطه سوا بودغ سوا جيلاتين ورقه، كنطفو البوطه وكنزيدوها. الا كانت ورقه كنخليوها حتى كتطلق وكعاد كنحركو، مي بودغ كنحركو ديريكتومون. بقاو نحركو البنات بشويه كيبغي الخاطر هادشي ونوريكم الشكل النهائي.
البنات انا رجعت لكم دابا في التعمار ديال هاد لي طارتليت. هنا عندنا الكراميل ديالنا ها هو واجد. عندنا هنايا القرقع كندخلو كنحمرو غير شي شويه في الفران، شفتو مازال محافظ على اللون ديالو شويه الفران باش كنزوقو فيه من الفوق. صافي البنات كنبداو نهزو بحال هكا، كنحاولو نديرو قياس واحد فيهم كاملين باش تجينا تعميره وحده. حمر غير شي شويه صافي كنبقاو نستفو الطريقه اللي بغيتو. ديروا قرقعه زعما صاينه مهرسه ماشي مشكل، صافي حتى كتعمروا داك لو فون دو طارت كامل بحال هكا. المهم يمكن نديرو بعدا المرصوات الكبار هما الاولين، وديك الساعه كنعمرو الفراغات بالمرصوات. المهم البنات انا عمرتهم بالقرقع، داك القرقع اللي حمرت عمرتهم به صافي كيجيو على هذا الشكل. تقدروا تزيدوا ديروا شويه ديال الناباج من الفوق الا بغيتو، كيبقى اختياري. المهم انا كيعجبني نخليهم غير بحال هكا كيجيو زويونين. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش البنات تخليوا لي لايك وكذلك كومنت.